في هذا الفيديو يصدق أن نتحدث عن كالكولس وعن هالمجموعة الكبيرة من الدروس أربع مواضيع طبعا إضافة إلى الاسمتوتس والدومين. خلينا نحل هالمسألة إنه المطلوب to determine all asymptotes. طبعا check all والسؤال هو أيضا فهم ذا دومين، فراح أبدأ من عند الدومين طبيعة الحال. من آخر شيء required بهذا السؤال اسمحوا لي أني أبدأ. How to find number one the domain of rational function. الدومين راح ناخذ الدنوميريتر اللي هو عندي x squared minus x minus 2 وراح نعمله يكون 0. ممكن نحل بالكالكوليتر او ممكن نحل منتلي او بالفاكتورايزيشن زي ما بتشوف حالك مرتاح. فبنستنتج انها x equals اما 2 واما minus 1. فنقول بهذه الحاله ان domain of افو all real numbers except هذول كيرلي براكتس مش اي براكتس ثانيه except 2 and minus 1 or في ناس بحب يكتب الدومين بهذا الشكل من minus infinity and minus 1 union with من minus 1 الى 1 union with من 1 الى infinity. بمعنى انه بامكانك تستخدم هذا وهذا ان الدومين هو كل الريل نمبرز ونستثني منها 2 and minus 1. طيب الشيء الثاني اللي راح نتحدث عنه هو ما يسمى بالvertical asymptote. الvertical asymptote يا أصدقاء، وقبل ما نوجد الvertical asymptote لازم نتأكد أنه هالفانكشن اللي معطى in simplest form، وفعلا هذا سهل جدا. لاحظ انه x كيوب و x minus x squared minus x minus 2 ما في بينهم شيء in common، فهو in simplest form. بعد ما نطمئن انه in simplest form ايضا ناخذ الدنوميتر x squared minus x minus 2 equals 0. نستنتج طبعا بانه من الكالكوليتر او منتلي انها x equals 2 أو minus 1. إذا عندي x equals 2، عندي x equals minus 1، هذول الاثنين هم ما يشكلوا vertical asymptote. الفانكشن له 2 vertical asymptotes عند 2 وعند minus 1 already. الشيء الثالث اللي راح نشوفه وهو ما يسمى ب horizontal asymptote. وحتى نوجد الهوريزونتال اسمتوت لازم نشوف الليمت as x approaches infinity and minus infinity. اذا عندي هون الليمت as x approaches infinity لهذا الفانكشن اللي هو x cube سوري لازم كتبته هون اجمل over x squared minus x minus 2 وهذه infinity over infinity. فرح نستخدم الHR لوبيتال زرول، فرح تصير عندي limit as x goes to infinity 3x squared over 2x minus 1 لا زالت infinity over infinity. رح نستخدم الHR أيضا limit as x goes to infinity and 6x over 2 وهي طبعا تعطي infinity over 2 which is infinity. طبعا رح نجيب الليمت as x goes to minus infinity، فالشغل رح يكون repeated 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 الا اللهم اخر اجابه رح تكون عندي minus infinity. finally no
vertical asymptote. لا يوجد vertical asymptote لهذا الفانكشن. بقي علينا رقم 4 وهو الشيء الأخير، وهو ما يسمى ب slant، أو في ناس بيسموه oblique asymptote. طبعا حتى يكون في عندي oblique asymptote لازم يكون degree النوميريتر أكبر بواحد من ديجري دونوميريتر، وهذا الشيء متحقق. لاحظ عندي 3 و 2 طبعا يوجد عندي slant asymptote، وحتى نجد slant asymptote لازم نعمل ما يسمى ب اللونج ديفيجن. خلينا نستخدم هذه الورقة لغاية انه نجد عليها نعمل عليها اللونج ديفيجن تبعنا ونشوف كيف. فيما يتعلق باللونج ديفيجن يا أصدقاء، مسألة طبعا كثير سهلة. بحط اكس كيوب، وعندي هون اكس سكويرد ماينس اكس ماينس 2، لكن انا افضل انه الطالب يزيد هون زيروز، احط 0 اكس سكويرد، احط 0 اكس، وبعدين طبعا بلس 0 حتى نكتب لايك وذاوت جابس. اكس سكويرد ميسنج، اكس ميسنج، وعندي كونستنت ميسنج. هذول الزيروز لا يغنوا عن الحق شيئا الا انهم يخلوا الحل يكون ارتب. راح نقسم x كيوب divided by x squared الناتج x، ثم راح نضرب اعطيني x كيوب، بعدين this by this minus x squared، بعدين this by this minus 2x، من بنعمل subtraction ونلغي هاي مع هاي، عندي 0 minus minus يعني plus، فبتصير عندي x squared، عندي 0 minus minus يعني plus كمان عندي 2x، عندي 0 minus ماينس يعني بتصير كمان عفوا الزيرو هاي بتنزل كما هي. Then we will divide x squared by x والناتج 1، فبصير عندي multiplication 1 times x squared x، بعدين 1 times minus x، sorry، لأنه عندي 1 times minus x، بعدين عندي 1 times minus 2 تعطيني minus 2 في subtraction، نلغي هذا مع هذا، عندي 3x minus minus يعني plus 2x minus minus يعني 2x plus x يعني 3x plus 2 لأنها 0 minus minus 2 يعني plus 2، وهذا هو الريميندر. تكون انتهت الديفيجن هون. طبعا زي ما انتم عارفين ما ينتج عندي هنا هو السلانت اسمتوت اللي نبحث عنه، فبنيجي هون بنعبي الإجابة. طبعا هذا هو جزء من الحل، لكن هذه المساحة الموجودة عندي لا تكفي اني اعمل لونج ديفيجن، ذاتس واي استخدمت هذه الورقة الخارجية. اذا السلانت اسمتوت هو واي ايكوالز اكس بلس 1. انتهت هذه المسألة يا احبتي، واسمحوا لي ان اعرض عليكم المسألة التي ستليها. ايضا لا زلنا ندور في نفس الفلك، لا زلنا نتحدث عن الدومين والاسمتوتس للراشونال فانكشنز. ابقى معنا وتابع الحل يا رعاك الله، وشكراً.